احنا والصبايا اول شيء شو هالازرق الحلو قبل كل شيء بدنا نشتغل نحن وياكم. اوكي جمانة، بما انه صوتك الاعلى هلا خلينا الاقوى خلينا نبلش مثل ما قلنا، يعني نخبر شوي بالتفصيل. هلا حنعطي مقادير. نحن عندنا مي كيلو ونص مي، عندنا 550 ل 600 جرام كي او اتش، وعندنا زيوت 5 كيلو، يعني المعدل الطبخة 5 كيلو نحن عم نطبخ. أوكي؟ هلا الزيوت قلنا دوبناهم، الكوكونات والبالم، زيت جوز الهند والنخيل دوبناهم، زيت الزيتون هو زيت طري، زيت الخروع، وعنا القطرون. أول شغلة أساسية مفروض نعملها أنه نكون عم نصفي القطرون من ترسبات. بليز جمانة، أنا مذكر بالصابون البلدي من قبل أنه القطرون فضلي فيكي ونحن عم نشتغل أنه خطر شوي على الإيدين وهيك، صحيح؟ 100%. وأهم شيء ننقعه ويصير بحرارة الغرفة. يعني ما نعجل علي، لأنه إذا كان سخن كتير بيفكس الطبخة، وبارد كتير بده يتفاعل مع الزيت، يكون يعني في هيك نفس الدرجة تقريبا. هيدا تلقيت لي بدخل في كله إذا بدك أعطيني إياه. Thank you. Welcome. أوكي، هيدا زيت الزيتون حطيناه، رح نرجع نضيف الزيوت الثانية اللي حطيناه هون، عمو المعروف رياض. يا اهلا الاستاذ رياض. يا تفضل، حقرب على عندك. اوكي، شوي شوي، اذا لاحظنا بقي في شوية شقف هلا على البلندر بيروحوا. اوكي اوكي، وقردي حينقع مثل ما قلنا. تمام، ثانك يو رياض. يا اوكي، زيت الخروع فروحه بليز. زيت خروع يا اها، ليحافظ على طراوه. وهون فروحه عم نزيد لنا زيت خروع. اوكي ميرسي. اوكي يا بدي اعزبك ملك. لا انت يلا، بس اول بالكعب بنحطها. ملك يا تفضلي. لحتى اللي يدوبوا كلهم بتتأكد انه بطل في شقف، كمان بنضل نكبس عليهم بعد الغلي وبعد النقع والغلي بيصير هيدا هو هذا المنتج. هلا هون حيوصل لل فيك تجرب. حيوصل للمنتج النهائي. اوكي، حابب غسل هلا بدي هلا. اوكي، هيدا منه معطر. لا هيدا العادي، هيدا المنه معطر. لكن جمانة قلتي لي هيدا هي جاهزة للتعبئة، هيدي الجاسمين. اوكي هي قبل ما ننهي هون وننقل على الفخار، الصبايا حابين يغنوا لنا غنيه هيك، حلوين نغني لها، بس انا حجرب بغني مشان ما نزعلوا اصواتهم. تفضلي يا ماما. يا هوا روحه غنوا قلوا كثير اشتقت له، لو بده عمري كله فاضي. ايه يعني شو هالصوت الحلو هيدا؟ اه بدك تكملي، تفضلي. عفوا عفوا. يا هوا عندي قصه حامل بيدي ودي اهات وذكريات اجا وقت الشمع. هيدي اول مره انا بتعلم كيف يصنع الشمع. جمان الك. اول شيء هون الشمع، اذا مثل ما شايفين في عنا المكنه الكبيره يلي هي الشمع التقليدي اللي كان يصير، وبعده عم بيصير. هيدي المكنه صناعه محليه كمان، حدا صنعها لبناني يعني من المنطقه، مش من برا. 100%
هيدي المكنة كل يعني بالربع ساعة بتشيل بال 250 شمعة. طلابنا شاطرين كتير صاروا بتجيبوا لحالهم، وكمان كتير مهم انه نحنا حتى هاي الماتيريالز يعني هي بسيطة عم نعلمهم على طريقة ببيتهم يشتغلوا شيء. هلأ نحنا بشمع البارافين وفي الصويا والعسل 100%. حرق الأول هذينا 100%. في الحرارة في سقف في بلد حرارة 80 لا 80 الحرارة. اها اها صب صب صب. لكن خلينا اول شيء رحب فيك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم استاذ اكرم. اذا بدنا نسهل شوي على المشاهدين ونجي نقول الشمع لينعمل شو العناصر الاساسية لازم تكون موجودة؟ اول شيء ثلاث انواع من الشمع. في هذا الشمع البارافين اللي هو بيجي مستخرج من النفط، هذا اللي نستخدمه اكثر شيء بشمع الاضاءة بالشغلات. في عندنا شمع الصويا اللي هو شمع نباتي وبيور ما في له اثار كيميائيه لما يولع ولا شيء. وفي شمع العسل. نحن عم نشتغل بشمع الصويا، وبس في اوقات نعمل ميكس بين الصويا والبارافين كمان. فرجيني شو بايدك. رح يلا فرجينا هون انت عم تصير هاي. يلا واو يلا شوف علي صوتك فرجيني كمان شو هيدي اللون كيف عملتي اللي بالكازا خبرينا. دوبناها وحطينا نعموك. انتو بدكن تعلموني اليوم جاي لأتعلم منكن. يلا اوكي يلا يلا صح. شو بتعملوا؟ مندوب السمع. مندوب السمع. يلا كم يلا بلا ساعة أعلى. يلا شوي منك شوي منه. يلا الحلقة دوبها تيب الأجين. استخدم ميزان الحراره. اوكي شعبات 80 لازم تكون 80. هيدي مكنه الحراره. ايه هيك حلو هالمكنه لازم نجيب منها. نجيب شوف قوالب. والقوالب اوكي القوالب قلنا جمعنا بتصنعون هون اوريدي انتوا عاملينهم ليطلع عنا منتجات. لك شو مهضومين المنتجات يلي ريحتهم رائعه. عمر شغله ايه. سعد صار كمان عرفته. كيف انا جديد برافو عليكم. سعد طلع بيحضرنا بسألكم ما تسهنوا فيي يعني. سعد كمان صار سعد كمان صار بيندمج بسوق العمل كمان صار بسوق خضرة بالمنطقة عنا صار موظف. ايه برافو 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 سعد عفاك عظيم عظيم. طيب لنعمل هيك كنت بلشت انا وياك والتحينا مع الشباب والصبايا. اذا بدنا نقول للمشاهدين كيف بينعمل الشمع. قلنا كنا بلشنا بالشمع انواع الشمع في يكون ميكس. من بعدها شو جبناه غليناه هالقد حجم الامور نفوت فيه. تفضل قل لي. هلا نحن بنشتغلها على مراحل طبعا حسب الموديل الديزاين الاعجب اللي بدك تعمله. عظيم. بنجيب الفتيل اللي هو هيدا ونغطسه بالشمع. لازم يتغطس بالشمع لانه تغطسه بالشمع بيحترق كثير وبيطلع ريحه. فلازم يتغطس بالشمع لياخذ فتره اطول بالاحتراق تبعه. وبنضوي بالشمع بنختار الالوان اللي بدنا اياها. كمان بنجرب ندمج بين الانتاج الموجود عندنا هون. يعني احنا بننتج فخار بنجرب نستخدم الفخار بالشمع ورسم بجليكي ورسم 100% وكمان رسم بخار. صح برافو سعد. شكرا يا سعد. على سوفينيرات على الكريسماس كمان على الفالنتاين. كمان بنطلب سوفينيرات ولادي. يعطيكم الف عافيه حلوين. انبسطت كثير تعرفت عليكم. وانا فخور سعد. انا فخور وثانك يو لانك طلعت معي. لا خميس شوفك خميس شوفك شفيف. يلا الخميس الجاي ما تنسى تحضر الحلقه يلي نحن اليوم صورناها. سعد بتبعنا كل نهار خميس هو عم بيقول لي انه كل نهار خميس عم يحضرنا. شوفوا كيف شوفوا عن جد قلت لكم حلقه مميزه مشاهدينا عن قصد. لانه لتعرفوا اول شيء في شغلات مخفيه كثير ببلدنا مثل هيدي الصناعات الحرفيه الفنيه. يعني شوفوا شو عم كيف عم يجربوا يطوروا. انا كثير فخور انه موجود اليوم بهالمركز لنعرف لنتعلم.